السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده شوف برنامج بريكس كات، زي ما انت شايف هو قريب جدا من برنامج السكتش اب. طيب هاجي هنا، دي أول حاجة قائمتهم، نفتح القائمة ديت اللي هي القائمة اللي تقدر تختار منها المشروع جديد أو تختار مشروع تشتغل فيه تكمل عليه. هنا كويك درو، هبدأ أرسم القاعدة بتاعتي اهيت، وبعد كده هو بيبدأ يرسم لي بالشكل دوت. ده يعتبر زي الحيطة والفلور. وبعد كده ممكن اجي هنا اقول له ان انا عايز مثلا احط هنا مثلا شباك، مثلا ويندو، فاجي هنا وابدأ اختار الشباك اللي انا عايزه وابدأ احطه اهوت. وبعد كده ممكن ارجع اقول له انا عايز دور، واختار شكل الباب اللي انا عايز اشتغل عليه بالشكل دوت. ممكن اقول له ان انا عايز في الريتشر، تبدأ تختار في الريتشر اللي انت عايزها. شفت مع البكرة تبدأ تلف اوربت بالشكل دوت. ممكن اقول له طبعا عايز احط شوية اشخاص موجودين هنا، طيب ممكن اقول له دلوقتي انا عايز بعد كده ارسم ستير، فبيقول لي ارسم اهوت، ابدا ارسم الستير بتاعي. ممكن اقول له انا عايز ارسم السيف بالشكل دوت. ممكن بعد كده اقول له ان انا عايز ارسم بولي سوليد، عايز ارسم الحيطة ده الماسك بتاعها، وبعد كده هو يبدأ يرسم الارتفاع بتاعها. هنا ممكن تكتب الارتفاع على طول 50 مثلا، وبعد كده تاب تبدأ ترسم الزاوية مثلا 90، فهو كده بدأ يرسمها لك انتر. وبعد كده تبدأ ترسم مثلا هنا، تقول له انا عايز مثلا هيات، يعني تقدر تكتب الارقام اللي انت عايزها. دوس اسكيب. هنا عايز ترسم مثلا بوكس، بيقول لك بقى اكتب حط السنتر اوف بوكس. وبعد كده ممكن تقول له انا عايز اللينس ال عشان تحدد الارتفاع بتاعك. طيب بعد ما رسمنا البوكس ده ممكن احدد الاتجاه دوت اهوت. وبعد كده لو وقفت شويه هيقول لك دي خصائص سوليد فيس، فتلاقي ان ممكن تعمل اكستراكت اتش. تمام، لو دوست هنا نزلت على الموديل هيبدا بقى يقول لك انت ممكن تعمل بيم كوبي، عايز تعمل مثلا سوليد اكستراكت بالشكل دوت. مجرد تقف هيبدأ يجيب لك شوية معلومات الكالر واللير والحاجات دي. ممكن تقول له موديل اهو، تبدأ تختار الأدوات اهيت كرييت، تقف هنا تبدأ تجيب لك قايمة. ممكن تختار مثلا عايز اعمل ايه من الخصائص اللي موجودة هنا، وممكن تدوس كنترول وتختار الشكل كله بالشكل ده اهوت. ممكن تقول له عايز اعمل موديفاي او عايز اعمل اكستراكت اتش او اكستراكت فيس. ففي إمكانية إن أنت تعمل تعديلات زي ما أنت عايز. ممكن تقول له موف وتبدأ تحركه مثلا من النقطة دي للنقطة دي بالشكل دوت. ممكن تيجي هنا تعمل أوربت وتلف زي ما أنت عايز. هتلاقي أدوات كتيرة جدا هتفيدك في إن أنت ترسم الشغل بتاعك. ممكن تيجي هنا من فيو وتقول له ريدرو لو حاجة معنية معاك.
ممكن تقول انا عايز اعمل زوم، كل دي ادوات لي زوم، زوم ان، زوم اوت. ممكن بالبكره تقرب وتبعد زي ما انت عايز. طيب ممكن نيجي هنا ونقول له احنا عايزين نغير مثلا الماتيريال اهو. ممكن مثلا نختار السطح اللي فوق دوت، واقول له مثلا ده خليه بالشكل دوت ارس. هو اتغير بس يمكن اللون بس قريب اهو. ممكن مثلا نيجي على الحتة ديت ونقول له خليها مثلا بالشكل ده، أو ديت نقول له خليها جريس. هتقدر تتحكم في الماتيريال. طبعا عندنا الليارات كتيرة، كل لير فيهم ممكن تديها الاسم بتاعها. هو اوتوماتيك فهم ان دي بتاعت الويندوز، نقدر نت فيها لو حابين. دي بتاعت الدور. ممكن تعمل لير جديدة وتسميها اسم وتبدأ تحط العناصر فيها.